الله العظيم ما شاء الله بس بسريع على زفه فعلا زفه حنانه طنانه ايوه دليل بنت القمر هذا بسريع باقي مزمر مزمر هذا والله شوف يا من اول ما طلعنا فوق السياره لكن لما ننزل وهو على نفس واحد ما شاء الله 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 اللهم صل على رسول الله يا ربي يا أخي أنا بين أقول لك دائماً كن كلمني لما تجي لا عندي علشان أكون مطمن وخاصة في هذا الموقف في هذا الموقف عينك على العم مبروك الله يبارك فيك الله يبارك مالك أنت مجنون بتحكي نفسك لحظة يا روحي ما نجم مجنون بس أنا بين بحاجات أشتي أكلمش بعدها أخليها ليش مفاجأة يوم فلوسي يا معلان كنت بدي تزوج العروس الحلوة أيوة صح أنا صح عزيزي تزوجت بفلوسي بفلوسي أنا يا معراد ولكن عمك ما بيزوجك وأنت تعرف أنك رحت لعنده وأنت طفران طردك صح وطرد السيارة هذه حقك ماشي والله والله بس عشان المدام والعروسة استأجرتها إيجار لا غير والله إيجار ماشي حكي حتى البدلة حتى البدلة والله ما حكي أنت معك شروط مالك والله ماني شيء بس مجنون لا أنا أصلاً بين أعمل بروفات علشان لما نوصل أكلمش كلام رومانسي اسمع يا معلاد أنا بيني وبينك التزام تمام اصرف الفلوس اصرفي ولا تستفيد مني بحاجة ولا شيء وعلى العموم مبروك معك عروسة إنسية حلوة عينك وعلى العموم احجر لنا احجر لنا وانا بسمعك ما حقيرها من حق الجيم الله يخليك لحظة مارد مطفل انت مجنون يعني ما بسرتش الجيم سمعت غير كلامي بس ماشي ماشي بس انا بين امرن صوتي وبين اعمل بروفات علشان لما نوصل اغني ليش ميرد انت بخير بخلص ليش بالله بواحد يجلس جنب القمري هذا وما يبكيش بخير يا ربي على حلال يا سلام
الزهايه هذا مش حلال ولا بحاجة. ما أقول لها ولا في الموضوع. سهل ندخل في الموضوع سهل كيف بدي أقدر؟ لا تقدروا مني وأنا قد اشتريت الغالي رخيص علشانش. ها؟ يا حالي يا قمر. ماما هو؟ ماما هو يا ربي وصلت. مساء الخير مساء الخير مساء الله 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 لقينا موضوع. سردية داش سردية داش جلسي ما ولا انا ما قوم اجلسي كسرتي يا داش كسرتي يا داش ما كسرتي رجلاش كسرتي يا داش ما كسرتي ماشي جلسي سري بال سري بال 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 والله امانه والله حاجه وانتي امانه هكذا اهل بس كيف سريني يا انا مش مصدق نفسي والله ما انا مصدق ان انا تزوجت. وأنا كمان مش مصدقة إن الله عوض صبري خير ورزقني برجال غني ومقتدر ويحقق لي كل طلباتي. من عيوني من عيوني يا فندم. ولا يهمش ولا يهمش إلا أحقق لك كل حاجة. طيب ما رأيش لو قلت شيء أبصر الوجه الحالي هذا كيف؟ افتشي بس افتش؟ ايوه طيب لما تدي حق الفتاشة كيف؟ لما تدي حق الفتاشة كده تدينا حق الفتاشة وحق الكل عند ابوش. خلاص خلي بي يفتش لك. ايام ما بلفت شيء كده تدينا كلها عند ابوش كيف يعني؟ ما بلا هي ما بلا خلش حالي خلينا نفسر الصورة الرضيعة هذا الله يبارك في الشيء. يلا فتشي هيا. ما هو هذا؟ من هذا اللي جاء يدق هذا الوقت؟ إن ما عاد يقدروش إننا في ليلة عرسي ها؟ معليش لا تزعل نفسك. يو يا با لحظة يا أخي لحظة والله ما أشتي فلت اشتقيك والله بس أخرج بسر من ولا هذا الذي ما يقدرش ولا لحظة بس أخبرك قدروا قدروا خلاص أنا شفتش بنفسي حرام. اللهم صل على رسول الله والجمال الرباني سبحان ما يخلق ربي. يوه حلل فلوسك يا معراض. انا حلل فلوس ما شاء الله ما شاء الله. في الورده عندك بدي حاضر حاضر. يا اخي انا قلت لك لما تكون جيلة عندي كن كلمني علشان اكون مستعد جالس. يا مهرات اسمعنا يا مهرات اتفقتون وانت انك تصرف الفلوس على يومين وانا حسب الشروط وحسب ما اتفقنا صرفت الفلوس لكن مثل ما اتفقنا بالضبط. ما احتاجي ولا احتاجي حاجة لا جريت لا سيارة ولا بدر ولا جريت شيء. انت كذاب ها رجاء الا الغلط. تعال فتشك ها تعال فتشك. لا تفتشني لا 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 تفتش ما تفتشني. والله ما في جيبي الا 250. تنفع حق مواصلات. حق ايش؟ حق مواصلات. حق مواصلات تمام. الان اروح ارقد وانا مطمئن انه ما باقيش معك ولا قرش. اسمعني اسمع انا اعطيت لك كلمه وفعلها غرازك تمام. انا اخر مره اسمح لك تدخل انا تمام. اذا انت تشتيني واذا بحال الطارئ الضروري دق الباب وانا
أجينا عندك هو الصورة هذا عود بالله مع جنسية حلوة جميلة عينك بين أقول لك عقبالي عقبالك نعلي صياد مراعي لك مالك ما بتحاكي نفسك ماشي ماشي أنت مجنون ماشي ماشي صلاة عزل مجنون بس لا أنا كنت بين بتحكي من؟ بين ألف قصيدة في هذا الجمال الحاوي هذا الشيف علش قصيدة ما شاء الله أمانة ها؟ شكرا عفوا ما هو ما تشتو ما تشتو ما هو أدخل واحد يتعرس أدخل واحد يتعرس وماجي والله مش يا فارقش دقيقة حاضر قال لك نتريمة والله مظبوط طيب لا أنا قلت لك تنزل للفندق تشوف يا أخي زعجوني اتصالات هم يزعجوك وانت تزعجني أيوة يا أخي كتب خليك دوار أنا دوار خليك حسن الآن تنزل ولا بخلي عمك يجيش البنت الآن أخلي عمك يجيش البنت ماشي أنا أنزل أنا انزل أنا أنزل انزل الفندق أنا مش أنا طيب أخلي قلبها فرضا اشتغل لك خلي أنا أرجع بالعين تفضل لك الجن بأقولك